ميكرو فريد على قناة ألفا سبريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. خرجنا الشارع المغربي كما العادة، كل إعادة فإفادة، باش غنسولوا المواطنين أشنو بان لهم في التشكيلة ديال المنتخب الوطني المغربي اللي عيط عليها الكراكي لمباراة الكوت ديفوار وليبيريا. إلا بغيتوا تعرفوا شكون اللي كان خصو يكون في التشكيلة وما عيطش عليه وليد الكراكي، أجيو معايا. عيط على اللاعبين الجاهزين اللي غادي يطيحوا في التجربه، يعرفوا انهم واش في المستوى ولا واش اللاعب جاهز ولا لا. سيد المدرب الركراكي حنا تنثقوا فيه، تنعرفوا ان والد الركراكي مدرب كبير اللي مشى للدومي فينال، ما نعرفوش حصل منه ومشى للدومي فينال ديال كوب دي موند، لعب كره القدم في مستوى عالي. الشارع المغربي كينادي باللاعب الرحيم خصو يكون. الشارع المغربي هذوك متفرجين، حنا متفرجين، ما غاديش نقدروا نعرفوا بحال المدرب. خصنا نحترموا الاختصاص، واحد لعب كره في مستوى عالي، واحد ما تعرفش الابجد ديال كره القدم غادي يفرض على الناخب الوطني اللاعب اللي غادي خصو يكون. حنا متفرجين، خصنا نشجعوا اللاعبين اللي تمثلوا لنا ذات عليهم. اللاعب اللي كيعجبني انا اللي كيعجبني اللي كيعجب الاطار الوطني، حيت الاطار الوطني احسن مني انا واحسن من بزاف ديال الناس، حيت هذاك المدرب ماشي عادي، مدرب كبير، خصنا نحترموا الاختيارات ديالو وما نشوشوش عليه. التشكيله كيبان لي الدراري كاملين مزيانين، غير بالنسبه للدراري اللي ما عيطش عليهم بحال الرحيمي العربي، هادو ضروري خصهم يكونوا بلاصتهم كاينه. وراك عارف خاص شويه الدفاع يكون، يركزوا شويه على الدفاع، ناقص كاين مره كيبان لي شويه ديفيرونس في الدفاع. وياكم نتمنوا لهم الخير، وحنا غنتمناوهم يجيبوا لنا كاس افريقيا هذا الماجي، ونتمنوا الكاس افريقيا ال 25 تسوي يبقى في البلاد، وحنا دايرين النيه مع راس لافوكا. الاصابات تايقين فيه، المهم غادي نمشيو ان شاء الله بعيد، فهمتيني؟ حتى هذا المنتخب اللي عندنا راه كيظهر مزيان، ما تديش على ماتش واحد الا خسروه ولا عندنا ماشي مشكل، فرحونا في المونديال، ما كناش ضانين نوصلوا ذاك الحد، ولكن الركراكي راه داير المجهود ديالو. رحيمي كنقول لك التشكيله اللي خصنا تكون، والدراري اللي يكونوا بعدا حاضرين، عطيه الله والعملوت ضروري خصو يكون في المنتخب، هما اللي باينين في اظهر هذا المنتخب، هما اللي كيفرحونا، هما اللي كيلعبوا مزيان، كيلعبوا في الوسط وكيلعبوا الدفاع وكيلعبوا الهجوم، فين ما حطيتيهم كتلقاهم. الى ما حنا تايقين في الركراكي 3-1 ان شاء الله، نتيجه 3-1 انا اللي عندي باش نتوقع النتيجه ان شاء الله. هي تشكيله مثاليه زوينه، ولكن بالنسبه لي ما عيطش على سفيان الرحيمي، اللي هي بلاصتو كاينه، ما عيطش ليه في الاولى وفي الثانيه، وهو عاطي مع الفرقه ديالو في الامارات، عاطي مزيان بالنسبه لي انا، يعيط لي. كان المشكل واش عنده شي مشكل معاه، الله اعلم، ما فهمتش انا علاش ما عيطش. ان شاء الله نتمنى يكون خير، نظن ان التشكيله اللي معيط غير ربحوا ان شاء الله. نبقى غادي بهذا السيستيم بحال ما كون، هي مزيان يمشي شي رتبه مزيانه كاع، لما مشاش الفينال كاع غيمشي شي رتبه مزيان بهذه التشكيله اللي غيمشيو بهذا كاس افريقيا ان شاء الله غيديو، وتا الاخر اللي غادي تنظم هنا في المغرب ان شاء الله في 25 حتى هو ان شاء الله غادي يديو. ما تشكيلة مزيانة، ولكن كانت تشكيلة كان يكون فيها سمو داك ديال الراجا سمو الرحيمي، يعني بوجه العطاء ديالو كتشوف ديما هو كيدير احسن لعاب وهداف وهادي، كنا قال لي كاع راه غليظ دابا راه تفش، قول لي راه تفش دابا، فهمتي؟ لينا يعني اللعابة كاين كاع مزيانين، يعني وقت بحال دابا مثلا على الراجا، ما كانش الراجا في الفريق الوطني بحال، انا ما كنبغيهاش ما تكونش، بغيها تكون، فهمتي؟ مثلا يكون على الاقل على العاب ورا العالم كله تيقول ماشي على انا، تعطيه ربع ساعة، اعطيه نص ساعة، اعطيه شوف واش اللعاب كاين ولا ما كاينش، واللعاب ديما كيدي احسن لعاب تما في الامارات، تما بلايصهم تما مزيانين، تما لعابة مزيانين، اعطيه الله بكاس العالم كتبان مزيان، فهمتي؟ لعابة مزيانين ضروري خويا، ضروري يكون رحيم، يعني ما كانش رحيم انا كنتفرج فيهم، يعني ما كانش لعب ديال شي لعب ديال الراجل ما كنتفرج فيهم بكل صراحه انايا يعني.